مرحبا بكم حبيباتي في قناة عالم هبة. لأول مرة تشوف الفيديو نتاعي نتمنى تعمل لي اشتراك، كذلك تضغط لي على زر الجرس باش يلحقكم الجديد، وطبعا لايكاتكم وتعليقاتكم تسعدني بزاف بزاف وتفرحني، ومرحبا بكل من انضم الى قناتي. اليوم جيتكم يعني ثلاث خلطات طبيعية. الخلطة الاولى عبارة عن ماسك يعني ينحي لك الهالات السوداء، يقضي لك عليها طبعا مع المداومة، وثاني ينقص لك من هذه الانتفاخات، ومكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل بيت. والماسك الثاني كذلك يعني بمكونات بسيطة وسهلة، وتقدروا تدبروها ثاني، تقدروا تعملوها، تستطيعون يعني تحضيرها. وجبت لكم يعني كريم مضاد للتجاعيد، نعطيكم رأيي يعني كيفاش تعملوه، نعطيكم نصيحة كيفاش تعملوه، يقضي لكم على التجاعيد مع المداومة على الوصفات هذو. والكريم هذاك ان شاء الله يعطيكم نضارة رائعة في منطقة حول العينين. مشكل الهالات السوداء يجي بسبب السهر، بسبب قلة شرب الماء، بسبب الكحل مثلا، احيانا يسيح الكحل تحت الاجفان السفلية ويعمل لكم هذاك السواد، وطبعا البشرة تشرب هذاك السواد وتولي كأنها تصبغات جلدية يعني، والسهر على الكمبيوتر وقلة النوم. حاولوا كيفاش الحوايج هذو يعني تفادوهم، لأن الوقاية خير من العلاج. وثاني تستعملوا الوصفات الطبيعية وتداوموا عليها كوقاية، واللي كان عندها مثلا مشكل الهالات السوداء بسبب الوراثة تشوف طبيب. انا نحوس نجيب لكم الاشياء الخفيفه والوصفات اللي تقدر تفيدك انتي وما تفيدش غيرك، وتقدر تفيد غيرك وما تفيدكش انتي، يعني جربوا جربوا واللي تناسبكم استعملوها. الوصفه الاولى هي عباره عن القهوه التركيه العاديه العربيه، القهوه التركيه العربيه لازم ضروري تكون القهوه العربيه، ملعقتين صغيرتين يعني قسمه تعمليها جديده، يعني الوصفه تكون يعني جديدة حاضرة، يعني ما تعمليهاش وتخبيها في الثلاجة، استعملي الوصفة جديدة. قهوة تبيض تعطيكم بياض رائع تحت العينين، صدقوني يعني تمديلكم بياض، مع ملعقتين ماء هكذا. هكذا يعني المكونات تكون متجانسة، ملعقتين قهوة عربية وملعقتين ماء. راح تستغربوا تقولوا يعني هل صحيح أن القهوة ممكن تعطيك تبييض تحت منطقة العينين؟ نعم، القهوة تبيض لك تحت منطقة العينين، جربوها جربوها انتم ما خاسرين والو، يعني التجربة خير دليل خير برهان. تحطوها على هكذا على منطقة تحت العينين يعني هكذا، تزرعوها كامل على منطقة تحت العين، تخلوها لمدة 6 دقائق فقط، وبعد تغسلوها تغسلوها وتمرروا يعني شوية قطنة فيها ماء الورد، وتداوموا عليها إن شاء الله الوصفة هذه. لو كنت تستعملوها مثلا كل يوم في الليل مدة 5 دقائق 6 دقائق راح تعطيكم فرق كبير. وطبعا العين النظارة وين تبان؟ النظارة تظهر في منطقة العين، يعني الإنسان اللي يكون تعبان أو مريض يبان يعني حول عينيه، يبان تظهر عليه التعب حول منطقة العينين، هي اللي تعطيك هذيك المنطقة اللي يبان فيها هل أنت مريضة أو أنت يعني بصحة جيدة أو تعبانة أو ما نمتيش مليح، أو منطقة تحت العين. داوموا على الوصفة هذه راح تعطيكم نظارة، وأنا برأيي النظارة هي الجمال، لما تكون عندك بشرة نظرة أنت جميلة. والنظارة طبعا بالترطيب وطبعا بشرب المياه الكثيرة. وطبعا حبيباتي كنت أنا ديجا عاملة بزاف وصفات للمنطقة حول العين، للتبييض للترطيب لإزالة التجاعيد. عملت كريم ليلي لمنطقة حول العينين ثاني راهو في القناة، عملت كريم ماسك كريمي بالنعناع والبابونج كذلك لمنطقة حول العين راهو في القناة، عملت كذلك وصفتين يعني لإزالة السواد والتجاعيد والانتفاخات تحت العين راهي في القناة، عملتها بنبتة بثمرة اليقطين، وعملت وصفة بالكركم والعسل راهي في القناة كذلك، عملت يعني كمادات يعني مجمدة بالبطاطا ماء البطاطا والبطاطس
ماء الورد والخيار كذلك راهي في القناة، راح نحط لكم جميع الروابط تتوعهم، واختاروا الوصفات اللي تناسبكم، لأنه أي وصفة تقدر تفيدك أنتي ما تفيدش غيرك، وتقدر تفيد غيرك ما تفيدكش أنتي، حسب تقبل كل بشرة إلى المكونات. داوموا عليهم إن شاء الله وجربوا، اللي نجحت لكم استمروا فيها. دوكا نزيدو نروحو الوصفة الثانية. الوصفة الثانية هي تزيل لك ثاني التصبغات تحت منطقة حول العينين، تعطيك بياض، تعطيك شد، تعطيك ترطيب، كذلك الانتفاخات تزيلها، لكن مع المداومة. هي عبارة عن جل الألويفيرا، هكذا نبتة الألويفيرا العادية، يعني نبتة تشريها ولا تكون عندك غرستها ولا تتبيع، يعني أي في الحدائق موجودة يعني، أو تشري الجل، الجل تاع الألويفيرا من المحلات اللي باغا فارماسي، الصيدليات أو محلات الكوزميتيك اللي تبيع الجل الألويفيرا. رائع هذا الجل، يعني في يعني إزالة السواد من تحت العين، في الشد، في الترطيب، في إزالة الخطوط الرفيعة والتجاعيد. لو كان يعني داوموا على الوصفة هذه والله رائعة. أنا جبت لكم وصفتين ولكم الاختيار، جل الألويفيرا تنحي منه، تنتعي منه وحدة هكذا وتنحي منها الجل نتاعها هكذا. حبيباتي تحصلوا على هذا الجل، هذا هو جل الألويفيرا، هذا ضيفي له ملعقة صغيرة من ماء الورد فقط، ملعقة صغيرة هكذا للجل، هكذا هذا هكذا، وبعد تعملي به كمادات. حط عملت لكم كمية صغيرة، عطيت لكم العينة، يعني تحكمي هذوك لي ديسك، هذوك تفتحيها على اثنين هكذا، حطي واحدة هكذا، ثانية هكذا، تحكمي هكذا لي ديسك هكذا هكذا، يشرب هذاك الجيل كامل مليح مليح، تشرب الجيل هذاك كذا، هكذا كذا، تضعيها على دائرة العينين هكذا، تغمضي عينيك، يعني تغمضين عيناك وتضعيهم هكذا الكمادتين، واحدة على العين الأولى والثانية على العين الثانية، يكونوا عينيك مغمضين يعني هكذا في منطقة دائرة العينين، تخليه مدة 6 دقائق فقط وبعد تزيليه. كنت تستعملي هذه العملية يوميا هذه ولا عملية القهوة ثاني رائعة، وبعد ديري الكريم الليلي تاعك تاع العينين الخاص بك، أو تعملي كريم طبيعي مكون من مقدار من زيت اللوز الحلو، مقدار من زيت الجنين القمح، وكبسولتين من الفيتامين أ، الفيتامين ها، فيتامين ها، كبسولتين، تخلطيهم مليح وتحطيهم في علبة صغيرة وتدهني بهم منطقة حول العينين كل ليلة، يخلصك ثاني من التجاعيد. يعني هذه الوصفة وصفة القهوة، تنحي لك الاسودات تحت العين، وتنحي لك الانتفاخات، وتبيض لك المكان، وتعطيك نظارة. وهذه الوصفة تنحي لك كذلك تجاعيد، وتشد لك المكان، وتعطيك نظارة كذلك. خيروا واحدة من هذه الوصفتين، تفلي تعاملي كريمك الليلي اللي حكيت عليه الآن. داوموا على الوصفة إن شاء الله، راح تعطيكم نظرة رائعة لمنطقة تحت العينين، ويعني تحسي بها مرطبة، تحسي بها يعني ما فيهاش تعب، لأنه أول مكان يبان فيه التعب هو منطقة حول العينين. نتمنى تكون عجبتكم الوصفات تاع اليوم، يكونوا عجبوكم، ودعموني يا حبيباتي بلايكاتكم وتعليقاتكم البناءة اللي تساعدني بزاف بزاف، وراني نقراها كاملة. يعني أنا نسجل طلباتكم في الدفتر عندي، ونزل الفيديو يعني واحدة بعد الأخرى إن شاء الله. شكرا على الثقة، شكرا على الدعم، شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في وصفات جديدة. سلام.